هذا الكتاب الفقهي الذي هو رسالة لأبي زيد القيرواني. تدارس على ضوء الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن القواعد الأصولية ومن خلال القواعد الفقهية. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فاليوم بتوفيق الله تعالى سنبدأ في حصصنا المتعلقة بموضوع الفقه وموضوع أصول الفقه، وقد كنا وعدنا بذلك في المجلس الذي قبل هذا، وقلنا بأن موضوع كتابنا الفقهي هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وأما موضوع أصول الفقه عندنا فهو نظم الشيخ عبد الله العلوي المسمى بمراقي السعود. وقبل أن ندخل إلى موضوع هذا الكتاب الفقهي الذي هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني، نتحدث أولا عن ترجمة هذا الشيخ بشيء من الإيجاز، لأن ترجمته تحتاج منا إلى مجالس، ثم نلقي نظرة كذلك على هذا الكتاب الذي هو كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أما الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه فاسمه عبد الله، وكنيته أبو محمد، ونسبته القيرواني، فلا بد من معرفة اسمه العلم، ولا بد من كنيته، ولا بد كذلك من نسبته. والكنية نوع من الأعلام، وذلك لأن العلم ينقسم إلى أقسام ثلاثة. العالم ينقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول الاسم العالم، والقسم الثاني هو القسم الثاني هو اللقب، والقسم الثالث الكنية. قال ابن مالك في ألفيته: واسمن أتى وكنية ولقبا، واسمن أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صاحبا. أخرا ذا الإشارة تعود على ماذا؟ أخرا ذا اللقب. اللقب يؤخر إن صاحب سواه، أي إن صاحب الاسم أو صاحب الكنية. وأما إذا اجتمعت الكنية والاسم فيجوز تقديم أحدهما على الآخر. فهنا نقول: قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ويجوز أن نقول: قال عبد الله أبو محمد بن أبي زيد القيرواني. القيرواني نسبة إلى ماذا؟ إلى مدينة القيروان. مدينة القيروان فتحها عقبة بن عامر، عقبة الصحابي بن نافع، عقبة بن نافع. ولماذا سميت بالقيروان؟ سميت بالقيروان لأن القيروان معناه في اللغة منزل الناس والجيش، لأنه نزلها الناس ونزلها الجيش. وقيل القيروان معناه محط أثقال الجيش، محط أثقال الجيش، لأن الجيش قد اتخذ هذا المكان قاعدة له، ولذلك وضع فيها أثقاله ومعداته وأسلحته ومؤنه وتجهيزه. وتسمى أيضا العقبة نسبة إلى عقبة بن نافع.
هذه المدينة كانت مدة من الزمن وهي عاصمة من كبار العواصم الإسلامية، كانت تعد موازية للعاصمة التي هي بغداد بالنسبة للشرق وللعاصمة الغربية التي هي قرطبة. فهذه عواصم ثلاثة كانت متوازية فيما بينها، عاصمة في المشرق وهي عاصمة الخلافة الإسلامية التي هي بغداد، والتي امتدت قرونا وأجيالا، ثم عاصمة قرطبة في بلاد الأندلس التي امتدت إلى نهاية القرن التاسع الهجري، حيث سقطت هناك، أي سقطت الأندلس وسقطت عواصمها كلها في أيدي الإسبان، أي في أيدي النصارى. وآخر دولة كانت تحكم هي دولة بني الأحمر. أما القيروان التي كانت عاصمة فقد ظلت عاصمة لدول تتعاقب عليها إلى نهاية 400 هجرية. هذه المدينة هي التي ينسب إليها الشيخ عبد الله بن أبي زيد رحمة الله عليه. كان الشيخ يلقب بلقب جليل سوف يأتي ذكره أثناء ترجمته. هذا اللقب هو مالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، كأنه ورث علم الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصبح متجلي فيه، حيث تمكن الشيخ من جمع مذهب الإمام مالك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. متى ولد هذا الشيخ؟ ولد سنة 300 هجرية. نحن نركز الآن على التاريخ الهجري لأن هذا هو تاريخنا، أما التاريخ الميلادي فإنما هو دخيل علينا وأجنبي، دخيل علينا وأجنبي، ولذلك لا نعرج عليه، وإنما نعتز بتاريخنا الهجري الإسلامي الذي وضعه الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة، وظل المسلمون يعتزون بتاريخهم إلى أن حلت بهم هزيمة الاستعمار، أي إلى أن استعمروا، فلما استعمروا صار المستعمر المحتل في الحقيقة، ولا يسمى بالمستعمر لأن كلمة الاستعمار كلمة مدح ولا يستحقها هذا المحتل الخبيث، لا يستحق أن يوصف بالاستعمار، لأن الله تعالى ذكر الاستعمار في القرآن على وجه إيش؟ المدح. قال تعالى واستعمركم فيها، ذكر واستعمركم فيها في مواضع كلها على وجه ماذا؟ على وجه المدح، وما ذكر الاستعمار على وجه الذم أبدا. لذلك نقول له إنه المحتل، أو نقول له المستخرب وليس المستعمر، إنما جاء ليخرب. إذا لما حلت الهزيمة بهذه الأمة وفرض المحتل تاريخه على الأمة أصبح تاريخه هو المعتمد، وخرج المحتل من بلاد المسلمين وبقي تاريخه هو السائد، بقي تاريخه هو السائد في بعض البلاد الإسلامية وليس في كل البلاد الإسلامية. وإلى عهد قريب كان يقدم في الكتابة، كان يقدم، ما الذي كان يقدم؟ تاريخ المحتل على التاريخ الهجري. لكن في هذه السنين الأخيرة خجلوا من أنفسهم واستحيوا وبدأوا يقدمون التاريخ الهجري
على التاريخ الميلادي. إذ ولد شيخنا رحمه الله تعالى في هذه السنة التي ذكرت لكم، وتوفي سنة 86 و400، فيكون قد عاش كم من سنين؟ 76 سنة هجرية. وبدأ رحلته العلمية بحفظ القرآن أولا. حين نترجم لشيوخنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى نجد أنهم يبدأون رحلتهم العلمية بماذا؟ بحفظ القرآن أولا. فما من شيخ بارز ولا عالم نحرير تقرؤون ترجمته إلا وتجدون أنه حفظ القرآن. فإما أن يقال حافظ القرآن دون العشري، وإما أن يقال حافظ القرآن وابن 90، أو حافظ القرآن وهو ابن 70، أو حافظ القرآن وهو ابن 11، أو حافظ القرآن وهو ابن 12 سنة. لأن الجوف الذي دخله القرآن وابتدأ تكوينه بالقرآن فهذا جوف سيشرحه الله تعالى ويوسعه للعلوم الإسلامية التي ستأتي بعده، بل حتى وللعلوم الكونية. ولذلك حتى علماؤنا الكبار في المجالات الكونية، يعني في مجال الفيزياء أو في مجال الكيمياء أو في مجال غيرهما من العلوم، نجدهم يبدأون بماذا؟ بحفظ القرآن. ولذلك إخوتي الكرام عليكم أن تنطلقوا من القرآن وأن تصححوا القرآن، فإن من صحح القرآن وانطلق من القرآن وأتقن القرآن فإن العلوم الأخرى إن شاء الله تعالى ستنقاد له وسيشرح الله صدره لها. بعد حفظ القرآن انطلق الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه يجمع العلوم بجد واجتهاد، ويتنقل من شيخ إلى شيخ، وترك الدعة والراحة والنوم، فحول ليله إلى سهر لتنقيح العلوم، ونهاره إلى طلب وبحث عن شيوخ العلم. فأخذ يتنقل من شيخ إلى شيخ لا يمل ولا يكل ولا يسأم. فما إن بلغ سن الرشد حتى أصبح أهلا لأن يؤلف. ولذلك ألف رسالته هاته التي نتدارسها وهو ابن 17 سنة. ابن 17 سنة عندنا اليوم لا زال فيما يسمى عندنا بسن المراهقة. سن المراهقة هذا المصطلح الدخيل الذي أدخله علينا هؤلاء الغربيون، لم يكن عندنا نحن سن المراهقة، ما كان عندنا هذا المصطلح. عندهم نعم، أما عندنا فحين ندرس في تاريخنا مراحل الشباب عند العلماء والمفكرين وأهل الصلاح وأهل الخير نجدهم لا يعرفون ما يسمى بسن المراهق. لذلك هذا الشيخ ألف رسالته في هذه السن المبكرة، و كان رحمه الله تبارك وتعالى في ظروف شديدة قاسية، لم يكن في مثل ظروفنا هذه التي يتيسر لنا فيها طلب العلم، بل كان في ظروف أمنية شديدة. في الظروف الأمنية مش الظروف المعاشية، الظروف الأمنية، لأن الذي كان يحكم يومئذ
هو دولة العبيديين، دولة العبوديين الذين اتخذوا القيروان عاصمة لهم وقاعدة لهم لينطلقوا من خلالها إلى الأندلس. كانوا يطمحون ويطمعون أن يحكموا الأندلس، لأن الأندلس كانت حاضرة الإسلام الكبرى العظيمة التي تضم رجالات عظيمة في كل ميدان، فكانوا يطمحون إلى أن يدخلوها، ولذلك اتخذوا هذه المدينة عاصمة لهم، وكانت عاصمة لدولة الأغالبة، ودولة الأغالبة دولة سنية، دولة الأغالبة دولة سنية، ولكن هؤلاء العبيديين استعمروها وانتزعوها من الإمارة السنية واتخذوها عاصمة لهم، وهم شيعة خبيثة باطنية، دولة شيعية خبيثة باطنية تسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى إن شاعرهم ابن هانئ يقول قولا خطيرا جدا جدا. ماذا يقول في بعض أشعاره في حاكم من الحكام يرفعه إلى درجة الألوهية؟ يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله تعالى. من يقول هذا الكلام؟ هذا شاعرهم ابن هانئ يقول هذا الكلام الذي سمعته. هذه الدولة العبيدية الشيعية الباطنية والتي كانت تسمي نفسها بدولة الفاطميين، وحاش هذه الدولة أن تنسب إلى فاطمة، فاطميين بمعنى أنهم منسوبون إلى فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء بريئة منهم، براءة الذئب من دم يوسف، ليس لهم علاقة بها إلا علاقة الاسم فقط، ولهذا نحن نسميهم بالاسم الحقيقي الذي ينطبق عليه، وهم دولة العبيدية، ينتسبون إلى عبيدهم. هؤلاء حين دخلوا إلى القيروان ضيقوا على العلماء تضييقا شديدا، بل حين دخلوا إلى المهدية، المهدية هذه مدينة توجد قريبة من ماذا؟ من القنيطرة، قتلوا هناك من العلماء عددا كثيرا جدا، قيل هذا العدد يعد بالعشرات، وقيل يعد بالمئات، كل عالم اعترض رأيهم ولم يرى رأيهم في الصحابة ولم يرى رأيهم في العقائد الفاسدة إلا وشنقوه وقتلوه وذبحوه. ابن أبي زيد إذن كان في هذه الظروف الشديدة، هذه الظروف الحرجة جدا، وكان العبيديون يتربصون به الدوائر، حتى إنه اتخذ كلبا ليحرس بيته، فقيل له: يا أبا محمد، ألا تعلم أن الإمام مالكا يكره اتخاذ الكلاب؟ قال: لو كان مالك حيا لاتخذ أسدا ضاريا. لو كان مالك في عصري هذا ورأى ما رأيت وعاش الظروف التي أعيشها لاتخذ أسدا ضاريا، وشكل أسد ضاري. وهذا يدل على أن أبا محمد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان من المجتهدين داخل المذهب، كان من المجتهدين ومن المبدعين ومن الذين لهم آراء مستقلة، وكان يبني الآراء الفقهية على الأدلة. ابن أبي زيد رحمة الله عليه طاف على ثلة كثيرة من الشيوخ، له شيوخ عدة، له شيوخ تلقى عليهم مباشرة، وله شيوخ تلقى عليهم بالواسطة،
يعني بواسطة المكاتبة والمداولة كان يراسلهم ويراسلونه، يراسلهم عن طريق إرسال كتبه إليهم ويراسلونه عن طريق إرسال كتبهم إليه، وكان يتبادل معهم الإجازات. بالنسبة لشيوخ المشارقة مثلا الذي سيأتي ذكرهم إن شاء الله كالقاضي أبي بكر بن القاضي أبي بكر الأبهاري وكذلك غيره من هؤلاء العلماء الذي كان يتراسل معهم، وكذلك طائفة من علماء الأندلس كان يتراسل معهم، إذ له شيوخ تلقى منهم مباشرة وشيوخ تلقى منهم بالواسطة. الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه واجه المد الشيعي مواجهة شديدة، بل لم يواجه الشيعة فقط، بل واجه كل طائفة تضر الإسلام، كل طائفة تضر الإسلام واجه غلاة الصوفية، وواجه المعتزلة، وواجه الشيعة الباطنية، كل هؤلاء لهم ضرر وسلبية على الإسلام، وكان ابن أبي زيد يواجه هؤلاء بفصيح لسانه وفصيح قلمه، كان يرد عليهم بالكتابة، وكان يرد عليهم كذلك في المجالس وفي الدروس، وكتب في الرد على غلاة الصوفية، وكتب في الرد على غلاة الشيعة، وكتب في الرد على المعتزلة، ولذلك له مؤلفات عديدة جدا. هذه المؤلفات أكثرها أو بعضها ضاع، وبعضها ما زال مخطوطا لم يرى النور، وبعضها قد طبع، والقليل منها الذي قد طبع، أكثره إما أنه ما زال مخطوطا ينتظر من طلبة العلم الأوفياء الذين لهم صفة الوفاء. وهناك من المؤلفات ما قد ضاع. من مؤلفاته التي طبعت كثيرا هذه الرسالة التي نحن بصددها، ومن مؤلفاته التي طبعت أخيرا مؤلف كبير واسع جدا اسمه النوادر والزيادات. النوادر والزيادات هذا الكتاب الجليل الذي حاول فيه الشيخ ابن أبي زيد رحمة الله عليه أن يجمع فيه أمهات المذهب، والمراد بأمهات المذهب الكتب والموسوعات التي جمعت مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكان قد اختصر هذه الأمهات أو اختصر بعضها، كان قد اختصر كتاب العتبية المنسوب للعتبي، سماه تهذيب العتبية، وكان قد اختصر المدونة والمستخرجة وسمى هذا الكتاب مختصر المدونة، ثم جمع هذه الكتب وأضاف إليها ما سمعه من شيوخه وما قرأه خارج هذه الأمهات في هذا الكتاب الذي سماه النوادر والزيادات. إذن جمع فيه أمهات المذهب كما ذكرنا، التي هي المدونة والعتبية والمستخرجة والواضحة والموازية، هذه أمهات المذهب، الواضحة لعبد الملك لابن عبد الملك، والعتبي للعتبي، والمدونة لسحنون، والموازية لابن المواز. كل هذه الكتب قد جمعها في كتابه هذا وزاد عليها أمورا أخرى حتى أصبح هذا الكتاب
مرجعا كبيرا وموسوعة من موسوعة المذهب. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لم يقتصر على التأليف، بل جمع بين التأليف والتدريس، وقلما يجتمعان هذان الوصفان في شيخ من الشيوخ في عالم العلماء، لأن من العلماء من يغلب عليه جانب التأليف فيستغرق في جانب التأليف حتى يكون جانب التدريس بالنسبة إليه قليلا، ومنهم من يغلب عليه جانب التدريس فيكون في جانب التأليف قليل العطاء. وإذا اجتمع هذان الوصفان عند شيخ من الشيوخ فذلك دليل على ما آتاه الله عز وجل من المواهب. فالشيخ عبد الله بن أبي زيد رحمة الله عليه كان ممن جمع الله له الخصلتين معا، أي ممن جمع الله له الحسنين، وما أحسن التأليف والتدريس إذا اجتمع. فكان مدرسا وله تلاميذ عدة، وكان مؤلفا وله تآليف عدة. توفي كما ذكرنا سنة 86 و300. هذا باختصار نبذ القليل عن ترجمة هذا الشيخ، أما من تعمق في ترجمته وأراد أن يستقرئها ويتتبعها فيحتاج كما ذكرت إلى مجالس كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذا من الأمثال عندنا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني هذه النقط التي ذكرناها في حق الشيخ رحمه الله تعالى تكفي اللبيب. ويمكن الإنسان أن يراجع ترجمته في ترتيب المدارك من قاضي عياض أو الشجرة الزكية أو غيرها من كتب الترجمة. نأتي إلى الرسالة التي هي مقررنا لهذه الدروس إن شاء الله تعالى. الرسالة كما ذكرت سابقا ألفها الشيخ في سن مبكرة، ولما ألفها وحررها أرسل نسخة منها إلى جهة الأندلس التي هي جهة الغرب أو المغرب، وأرسل نسخة منها إلى جهة المشرق. النسخة الأولى التي أرسلها إلى جهة المغرب أرسلها إلى أحد علماء الأندلس وهو أبو بكر بن زرب. أبو بكر بن زرب لما وصلته الرسالة هناك تنافس بين العلماء، هناك تنافس بين العلماء لأنهم بشر ليسوا بأنبياء ولا برسل، فكأنه لما وصلته الرسالة قد انبعث في قلبه شيء من المنافسة، لا نقول من الحقد، على هذه الرسالة فأخفاها وألف رسالة عوضها سماها بالخصال، حتى إذا ظهرت رسالته التي الخصال اشتغل بها الناس أظهر رسالة من أبي زيد، يعني أراد أن يسبق إلى الميدان. ولكن سبحان الله، أراد أن يسبق الميدان فسوبق بالرسالة، الرسالة سبقت وإن جاء إظهارها متأخرا. أما أبو بكر الذي كان في المشرق وأرسل إليه الشيخ برسالته أو بنسخته منها فهو أبو بكر بن أبو بكر الأبهاري. أبو بكر
الأبهري هذا لما وصلته رسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عظمها، قرأها وعرف أن فيها علما غزيرا، ولذلك نشرها وعظمها ورفع من قدرها وأجلها، وقال لا تباع إلا بمثلها ذهبا، أي إلا بوزنها ذهبا. لما بلغ الشيخ ابن أبي زيد ما فعله المغربي الذي هو أبو بكر بن زرب، تألم لذلك، يعني تألم لماذا يخفيها، فأرسل بأبيات إلى صديقه وزميله المشرقي الذي هو أبو بكر الأبهري، أرسل إليه بأبيات يقول له فيها، في هذه الأبيات: تأبى قلوب قوم وما لها عندها ذنوب، وتصطفي أنفس نفوسا وما لها عندها نصيب، وما ذاك إلا لمضمرات يعلمها الشاهد الرقيب. فأرسل بهذه الأبيات إلى تلميذه وزميله وشيخه في نفس الوقت أبي بكر الأبهاري اللي هو قلنا فاش في بغداد، فرد أبو بكر الأبهاري على هذين البيتين أو هذه الأبيات الثلاثة بأبيات أخرى، يعني يشارك صاحبه وزميله في الهم أو يفرج عليه أو يسلي عليه، يقول له في هذه الأبيات: وأعجب ما في الأمر إظهار ما تخفيه القلوب، أعجب ما في الأمر إظهار ما تضمره، الحق ما تضمره القلوب. هذا هو البيت الأول: وأعجب ما في الأمر إظهار ما تضمره القلوب، تأبى قلوب قوم وما لها عندها ذنوب، وتصطفي نفوس أنفسا وما لها عندها نصيب، ما ذاك إلا لمضمرات يشهدها أو يعلمها الشاهد الرقيب، أي أن الذي أعجب أو أثار إعجاب الشيخ أبي بكر ما هو؟ وإظهار ما تضمره القلوب، أي أن الإنسان قد يكون في قلبه شيء فيظهره، وكان عليه أن يخفيه على الأقل حتى إذا أصابه شيء من التنافس أو الحسد ينبغي إخفاؤه، كما جاء في حديث وهو ضعيف من حيث السند ولكن الناس يستأنسون به ويستشهدون به: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الشك والطيرة والحسد. فإذا شككت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تؤذي. يعني هذه الثلاث قد يتعرض لها البشر، ما هي الثلاث؟ الشك والطيرة والحسد، لكن إن شعرت بحسد فلا تؤذي غيرك، بل عليك أن تحاول إخفاء هذا المرض وعلاجه فيك، وأن تدعو لمن حسدته بزيادة الخير ليعطيك الله تعالى مثل ما تمنيت لصاحبك. ولذلك قال الشيخ هنا: وأعجب ما في الأمر عندي وأعجب ما في الأمر عندي إظهار ما تضمره القلوب. هذا هو العجيب، ينبغي إذا كان قد أضمر شيئا في قلبه أن يكظمه وأن يكتمه ولا يخرجه،
ثم قال تأبى قلوب قلوب قوم ولا وما لها عندها ذنوب كي التي يحسدك غير هكذاك بدون أي سابقة وتصطفي نفوس أو أنفس نفوس قوم وما لها عندها نصيب هذه القلوب يقلبها الله عز وجل كما يشاء ما ذاك إلا لمضمرات مضمرات مخفيات يعلمها أو يشهدها الشاهد الرقيب جل جلاله إذا الرسالة الآن صار لها صيت في أقصى المغرب وصار لها صيت في المشرق في حياة صاحبها واشتغل الناس بقراءتها وتدريسها وشرحها والتعليق عليها أول من شرحها في المشرق هو القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا العالم الكبير الذي عاش في بغداد مدة من الزمن وبخل عليه أهل بغداد بخلوا عليه حتى إنه أنشد أبياتا يمدح فيها بغداد ولكنه يذم أهلها لماذا يذم أهلها؟ لأن أهلها قد بخلوا عليه فلما كان خارجا راحلا منها إلى بلاد مصر قال يا أهل بغداد والله لو وجدت عندكم كسرة خبز في كل يوم ما تركت بغداد فاضطر إلى تركها من أجل القوت فقط فلما وصل إلى مصر كرمه أهل مصر وأعزوه وأغدقوا عليه حتى إنه قيل إنه مات رحمه الله تعالى وهو يقول لما عشنا متنا بمعنى لما فتح العيش لنا وفتحت الأرزاق لنا متنا يعني كان في بغداد يعاني من الأواء ويعاني من الفقر فلما قدم إلى مصر وكرم وفتحت له الدنيا جاءه الأجر أجر فرح إلى الله هذا أول من شرحها قيل هو أول من شرحها على الإطلاق وقيل هو أول من شرحها بالنسبة للمشارقة وأما بالنسبة للمغاربة فأول من شرحها أبو بكر محمد بن موهب هذا من علماء الأندلس فيحتمل أن يكون أول من شرح على وجه الإطلاق هو القاضي أبو بكر البغدادي رحمه الله القاضي البغدادي قاضي البغدادي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب البغدادي ويحتمل أن يكون أول من شرح بالنسبة للمشارقة هو وبالنسبة للمغاربة يعني أبو بكر محمد بن موهب ثم توالت الشروح عليها شرحا بعد شرح حتى بلغت العشرات حتى قالوا إن بلغت شروحها 47 شرحا 9 من شروحها تتعلق بلغتها فقط تسعة كلها تتعلق بلغتها وألفاظها وباقي الشروح تتعلق بفقهها إذا منهم من تناولها من ناحية الفقهية ومنهم من تناولها من ناحية اللغوية وفعلا هي جديرة بذلك جديرة بأن تشرح مفرداتها لأن فيها من المفردات الغالية والجليلة وفيها من الأساليب البلاغية وفيها كذلك من الأساليب البيانية ما يتذوقه كل من له حس لغوي وحس بياني من ناحية اللغة العربية هذه الرسالة قد تضمنت الإسلام كله من أوله إلى آخره فقد تضمنت
العقيدة، وتضمنت العبادة، وتضمنت المعاملات، وتضمنت الأخلاق. والإسلام كله عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق، حتى قال بعضهم: الإسلام عقيدة أساسها التوحيد، وعبادة أساسها الإخلاص، وشريعة أساسها العدل، وأخلاق أساسها الرحمة. جمعت هذه الرسالة هذه المواضع الأربعة، وتناولت هذه المواضع بأسلوب جميل. فمثلا باب العقيدة كما سنراه ليس فيه تعقيد أهل الكلام، ليس فيه مصطلحات المتكلمين ولا مصطلحات المناطق، وإنما كما سترون هذا الكتاب وكتاب العقيدة أو باب العقيدة كتاب جمع فيه الشيخ رحمه الله تعالى العقيدة من خلال نصوص السنة ونصوص القرآن وآثار السلف الصالح. لا تجد فيها إلا نصا من قرآن أو نصا من حديث أو أثر من أثر السلف الصالح، ولكنه نظمها نظما جميلا، ليس بالنظم الشعري، أي نظم هذه النصوص بخيط جميل من اللغة العربية، ونسقها تنسيقا جميلا، فلا تجد فيها ركاكة، ولا تجد فيها تكرارا، ولا تجد فيها عيبا لغويا، ولا تجد فيها خللا من ناحية البيان، فهي جديرة بأن يحفظها أبناء المسلمين. وقد جمعت العقيدة كلها من أول عقيدة إلى آخر عقيدة، كل العقائد المطلوبة في دين رب العالمين الذي جاء به سيد المرسلين قد جمعها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الموجز الذي ليس فيه إخلال، فيش إخلال، وليس فيه إطناب، ليس فيه إيجاز مخل ولا إطناب ممل. ثم بعد ذلك تناول موضوع العبادات، وتكلم على موضوع العبادات أيضا بأسلوب سهل جليل جميل، ثم تكلم بعد ذلك على أبواب المعاملات، ثم ختم بباب يتعلق بالأخلاق. اشتملت هذه الرسالة على كم من باب؟ على 45 بابا. الباب الأول من هذه الأبواب باب ما تعتقده الأفئدة وما تنطق به الألسنة، وختم بآخر باب الذي يتعلق بباب الرؤيا والتثاؤب إلى آخر ما ذكر في ذلك الباب، وكل ذلك باختصار. هذه الرسالة لعظم شأنها ولما اشتملت عليه من معان وأبواب جليلة قد ترجمت إلى لغات أخرى غير اللغة العربية، فقد ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وترجمت إلى اللغة الفرنسية، بمعنى أن هناك من المسلمين من يتلقون هذه الرسالة بلغاتهم، فالمسلمون الذين ينطقون باللغة الإنجليزية قد ترجمت لهم ليتعلموا الديانة من خلالها، والذين ينطقون اللغة الفرنسية أيضا ترجمت لهم من أجل أن يتعلمون الديانة عن طريق هذه الرسالة بلغتهم التي يتحدثون بها. هذه الرسالة
ألفها رحمه الله تعالى الشيخ في هذه الظروف التي ذكرت لكم، وكتب الله لها النشر والانتشار رغم الظروف الشديدة التي عاشها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يعني هذه هي الرسالة بإيجاز، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنحاول أن نتدارسها على ضوء الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن القواعد الأصولية ومن خلال القواعد الفقهية. إذن مدارستنا إن شاء الله لهذه الرسالة ستكون على هذه الأضواء التي ذكرنا، على ضوء نصوص القرآن، وعلى ضوء نصوص السنة النبوية، وعلى ضوء القواعد أو الأدلة الأصولية، وعلى ضوء القواعد الفقهية. هناك قواعد أصولية وقواعد فقهية، حتى نجمع إن شاء الله تبارك وتعالى في دراستنا هذه ما بين الفروع والأصول، ما بين الفروع والأصول، ما بين الفروع الفقهية والمسائل الفقهية وأدلتها، وما من فرع من هذه الفروع إلا وله دليل، إلا أن الدليل قد يكون دليلا صريحا ليس فيه إشكال، وقد يكون دليلا يحتاج إلى تحرير أو يحتاج إلى ترجيح. إذن هذا ما يتعلق بترجمة الشيخ رحمه الله تعالى وبالكلام على هذه الرسالة، ولعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى في درسنا هذا بهذا الذي ذكرناه، لننتقل إلى مقدمة أخرى تتعلق بالمادة الثانية التي سنتدارسها إن شاء الله، والمادة الثانية هي أصول الفقه. إذن نكتفي بهذا القدر إلى أن نشرع إن شاء الله تعالى في الدراسة، ثم ننتقل إلى الحصة الموالية. نعم.